أحد شهود العصر، رفيق الأدباء، من أبرز كتاب صاحبة الجلالة، الكاتب الصحفي والفيلسوف أنيس منصور. سافر أنيس منصور أغلب بلدان العالم، وتميز بانفتاحه على ثقافات عدة بسبب إتقانه الكثير من اللغات، كان أبرزها الإنجليزية والألمانية والإيطالية واللاتينية والفرنسية والروسية، فكان أهلاً لترجمة العديد من الكتب الفكرية. بحس فلسفي وأسلوب سلس مع عمقه، تمكن من أن يصبح أحد أبرز من كتبوا في أدب الرحلات في الثقافة العربية، وترك فيه بصمة لا تشبه غيره. من أشهر مؤلفاته في أدب الرحلات: حول العالم في 200 يوم، أطيب تحياتي من موسكو، أعجب الرحلات في التاريخ، غريب في بلاد غريبة، وغيرها من الكتب التي لا تزال تتصدر قوائم الأكثر مبيعاً في مصر والدول العربية. رحل أنيس وظل قراؤه بالملايين يتابعون ما يكتبه رغم ما مر من سنوات. يقول: هناك ثلاثة أنواع من الرحلات: أن تسافر، وأن تقرأ الكتب، وأن تقرأ كتب الرحلات. كان رائداً في الأنواع الثلاث، وقدم في الأخيرة ما جعل اسم أنيس منصور متفرداً في تاريخ الصحافة والأدب، سواء كان في تاريخ مصر أو العالم العربي.